تعتبر رياضة الفنون القتالية المختلطة إحدى الرياضات التي دخلت حديثا لباكستان. فبالرغم من انتشارها عالميا، إلا أن العوائق التي تمنع انتشارها في باكستان تعتبر كثيرة، والتحديات التي يواجهها ممارسوها كبيرة. قلعة المقاتلين أول ناد للفنون القتالية المختلطة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أخرجت مقاتلين على مستوى عالمي، لكن وبالرغم من أنها رياضة حديثة في باكستان، انضمت إليها فتيات باكستانيات استطعن الوصول للعالمية في هذه الرياضة. أنيتا كريم أول رياضية للفنون القتالية المختلطة في باكستان، استطاعت من كسر الحواجز ومواجهة التحديات للانضمام إلى نادي قلعة المقاتلين لتشارك في بطولات عالمية ولتحظى بانتصارات متعددة. أنيتا، بدأت بتدريب أنيتا منذ عام 1995 عندما كانت فتاة صغيرة. في تلك الفترة كانت تتدرب رياضة التايكواندو، حيث لم تكن رياضة الفنون القتالية المختلطة معروفة آنذاك. بعد ذلك افتتحنا نادي للفنون القتالية المختلطة في إسلام أباد. جاءت أنيتا من قريتها في هوانزا لاستكمال دراستها، انضمت إلينا حينها للياقة البدنية. أنهيت دراستي الأساسية في هونزا وجئت لإسلام أباد لاستكمال دراستي الجامعية. في هذه الأثناء وأنا في إسلام أباد انضممت لسلطان علي في نادي قلعة المقاتلين كمتدربة للياقة البدنية، ورأيتهم يتدربون للفنون القتالية المختلطة وهي رياضة قتالية عنيفة. أعجبتني الفكرة لكي أشجع الفتيات على خوض هذه التجربة ولعدم احتكارها بين الشباب فقط. بالتدريب المستمر والممارسة لساعات طويلة وبشكل يومي، تقضي أنيتا كريم يومها في النادي الرياضي لتحافظ على لقبها كمقاتلة باكستانية استطاعت الحصول على ألقاب عالمية. أنيتا أول فتاة تمثل باكستان عالميا في رياضة الفنون القتالية المختلطة، هي بذلك تمثل بلدا تحتوي على 200 مليون نسمة. خاضت عدة معارك دولية خسرت بعضها في البداية لقلة خبرتها آنذاك، بعد ذلك خاضت نزالات عالمية وفازت بها لتصبح نموذجا لجميع الفتيات الباكستانيات، وهذا يعتبر إنجازا كبيرا لباكستان ولتكون قدوة للفتيات هنا. رياضة الفنون القتالية المختلطة هي رياضة للدفاع عن النفس، أصبحت معروفة عالميا وفي باكستان. ليس هناك أي فكرة عن هذا الموضوع، ولكن بدأت الفكرة بالانتشار لأن فكرتها هي الدفاع عن النفس أساسا، وأنا ضحيت بالكثير لأصل لهذا المستوى لكي أشجع الفتيات الباكستانيات للحفاظ على أنفسهن ولينمين ثقتهن في أنفسهن. بدأت القصة مع أنيتا بعد أن رأت أن لا بد من نشر ثقافة الدفاع عن النفس بين الفتيات في باكستان لتكون هي أول من يشارك الشباب في رياضة لا ينضم إليها عادة إلا الشباب. لم تعد رياضة الفنون القتالية المختلطة حكرا على الرجال في باكستان، تحول أوجدته أنيتا كريم وتحد عليها استكمال مواجهة تكاليفه. بلكماتها القوية وركلاتها المتوازنة، تحافظ أنيتا على لياقتها القتالية لتعطي نموذجا لفتيات باكستان على قدرة الجنس اللطيف على ممارسة ما يستطيعه الشباب، وألا حرج في ذلك حسب ما تصف أنيتا بنفسها. تمارس أنيتا رياضتها مع الشباب نظرا لقلة الفتيات اللواتي يمارسن هذه الرياضة دون التردد ودون الالتفاف لما قد يقال بشأنها، فهي تعمل على الرقي بمستوى الرياضة النسائية في باكستان ولتشجيعهن على كسب الثقة في أنفسهن.
واجهت الكثير من الصعوبات في البداية، لعل من أكثرها تحديا هو أنني كنت الفتاة الوحيدة التي تمارس هذه الرياضة، لذا توجب علي أن أتدرب مع الشباب. طبعا كانوا كلهم أفضل مني وأكثر خبرة ولياقة، لذا توجب علي التدرب بشكل شاق جدا، بالإضافة إلى نظرة المجتمع لي حيث كنت الفتاة الوحيدة وكان علي أن أتحمل النقد الموجه لي. جولة تدريب مع أنيتا أوضحت مدى إصرارها على هدفها ومدى تفانيها في هذه الرياضة، فهي الفتاة الأولى في هذا المجال في باكستان، وتود أن تكون نموذجا حيا وناجحا لتشجع الجيل الصاعد من الفتيات على اكتساب ثقتهن في أنفسهن.